يا هلا فيكم في ترند. بخطوات بسيطة يمكنكم الاستفادة من خدمة توصيل الأدوية للمنازل، وهي إحدى الخدمات اللي تقدمها وزارة الصحة في مملكة البحرين. بنتابع معاكم خطوات طلب الخدمة في الفيديو اللي نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في الانستغرام. نتابع. لضمان توفير أفضل الخدمات المقدمة للمرضى، قامت إدارة الصيدلية بمجمع السلمانية الطبي باستحداث خدمة طلب وتوصيل الأدوية للمنزل. للاستفادة من هذه الخدمة قم بزيارة موقع وزارة الصحة، اختر من القائمة الخدمات الإلكترونية خدمة توصيل الوصفات الطبية وبالتحديد مجمع السلمانية الطبي. ابدأ الخدمة وبالتالي ادخل معلوماتك الشخصية. تتيح لكم هذه الخدمة إعادة طلب التعبئة تلقائيا حتى انتهاء فترة العلاج. عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أطلق الاتحاد البحريني لألعاب القوى مبادرة بعنوان لنعد بالتزام، بهدف توعية اللاعبين واللاعبات وكافة الرياضيين بأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19، بعد قرار اللجنة التسييقية برئاسة سمو ولي العهد بالسماح بعودة التدريبات والمنافسات الرياضية ابتداء من منتصف شهر يوليو الجاري 2020، واللي تهدف أيضا إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور الرياضي وبالأخص أسرة ألعاب القوى باتباع مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية اللي تمنع من تفشي المرض والمحافظة على سلامة العدائين والعداءات. بمناسبة انتهاء عمله في البحرين، نشر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين جاستن سبريل عبر حسابه الرسمي في تويتر فيديو تضمن مقتطفات من فترة عمله في البحرين، وعلق باللغة العربية قائلا: من الصعب جدا توديع هذا البلد الجميل وشعبه الطيب والرائع، سنبقى أنا وعائلتي نعتز دائما بوقتنا هنا، ونشكركم مرة أخرى على حسن الضيافة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. I would especially like to thank His Majesty, King Hamad bin Isa Al Khalifa, for his wise stewardship of our bilateral relationship. Together with President Trump, he has shown unwavering belief in the importance of a strong and lasting bond between our two nations. Similarly, their Royal Highnesses, Crown Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, and Prime Minister Khalifa bin Salman Al Khalifa, have always been helpful and welcoming to the American community in Bahrain, never more so than in the care they have extended to all those residing here during the coronavirus pandemic. Americans in Bahrain trace our heritage to the arrival in the late 1800s of the founders of the American mission. Those hardy individuals were met with the same generous hospitality that we experienced. مركز نجود الطبي هو المستشفى اللي تم تدشينه في المدينة المنورة باسم الممرضة الراحلة نجود خليل خبيري، واللي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها، حيث خدمت المدينة المنورة لأكثر من 18 عام، وهذه اللي أكده وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه في تويتر. ويحتوي مركز نجود الطبي على 20 سرير للعناية المركزة والحالات الحرجة، وذلك ضمن جهود السعودية المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وفق أعلى مستويات البنية التحتية والخدمات المساندة. الببغاء غريفن صار حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ذكائه، فقد حير طلاب جامعة هارفارد العريقة عندما أظهرت دراسة أجروها بأنه قادر على التغلب على الطلاب في اختبار الذاكرة، وشملت الدراسة تجربة تتطلب تركيز عالي شارك فيها طلاب من الجامعة ومجموعة من الأطفال وطبعا الببغاء، وتفوق غريفن ب 12 جولة من أصل 14، وخلصت الدراسة إلى أن دقة الببغاء أعلى من بقية المشاركين. وبهالخبر الطريف نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة تقضونها في البيت مع أهلكم وأحبابكم. نلقاكم على خير.